وننتقل الآن إلى بيروت، وهذه الكلمة لرئيس الوزراء حسان ديابة. تصويب الحياة السياسية في لبنان، وأنكم تنبضون بالحياة ولا تستسلمون لليأس، وأنكم أنتم مصدر السلطات فعلا لا قولا. على مدى 64 يوما استمعت إلى أصواتكم التي تعبر عن وجع مزمن وغضب من الحالة التي وصلنا إليها، وخصوصا من استفحال الفساد، وكنت أشعر أن انتفاضتكم تمثلني كما تمثل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية في لبنان، دولة العدالة والقانون الذي يطبق على الجميع. هذه الأصوات يجب أن تبقى جرس إنذار بأن اللبنانيين لن يسمحوا بعد اليوم بالعودة إلى ما قبل 17 تشرين الأول، وأن الدولة هي ملك الشعب، وأن بناء المستقبل لا يكون إلا بالتفاعل مع مطالب الشعب. أيها اللبنانيون، جهودنا جميعا يجب أن تتركز على وقف الانهيار، وعلى استعادة الثقة، وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني، وعلى حماية أرضنا وثرواتنا الوطنية برا وبحرا. إن التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان لحماية ورشة الإنقاذ، وأي سلطة لا تحتكم للشعب هي سلطة منفصلة عن الواقع، تعيش في برج عاجي ولن تستطيع حماية البلد. من هنا أدعو اللبنانيين في كل الساحات والمناطق إلى أن يكونوا شركاء في إطلاق ورشة الإنقاذ. إن الاستقرار السياسي والأمني هو اليوم ضرورة قصوى، وهو حجر الزاوية في حماية البلد. ولذلك فإنني أتوجه بالتحية إلى الجيش اللبناني، وإلى قوى الأمن الداخلي، وجميع الأجهزة العسكرية والأمنية، قيادة وضباطا وأفرادا، على الجهد الذي يبذلونه لحماية الاستقرار. كما أشكر الإعلام اللبناني الذي أكد أنه منارة هذا الشرق، وأدعوه إلى أن يكون شريكا معنا في عملية الإنقاذ. أجدد شكري للجميع، وأتوكل على الله في مهمتي، فهو حسبي ونعم الوكيل، وشكرا. إذن كانت هذه كلمة لرئيس الوزراء المكلف حسان ذي